السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية تجميع أكثر من جدول موجود في ملفات إكسل منفصلة في ملف تزامني واحد، بحيث أنه عند الإضافة والتعديل على أحد هذه الجداول يتم إظهارها تلقائيا في الملف المجمع. عندنا هذا المثال لثلاثة جداول موجودة في ثلاثة ملفات إكسل منفصلة. قمنا بتجميع هذه الجداول لتصبح في جدول واحد، بحيث أنه عند الإضافة والتعديل على أحد هذه الجداول مباشرة تظهر الإضافة في هذا الملف المجمع. نبدأ على بركة الله. عندنا هذه الملفات الثلاثة للعمليات المالية لثلاثة أفرع: الفرع الأول، الفرع الثاني، الفرع الثالث. الخطوة الأولى نقوم بفتح الملفات ونقوم بتحويل نطاق الخلايا الموجودة داخل ملف الإكسل إلى جدول من خلال النقر داخل نطاق الخلايا، ثم الضغط على Ctrl T. تنبثق لنا هذه النافذة، نافذة Create Table. نقوم بالضغط على OK فيتم تحويل نطاق الخلايا إلى جدول. تلاحظ انبثاق علامة تبويب Table Design. نقوم بالنقر عليها، ثم نذهب إلى Table Name ونقوم بتغيير اسم هذا الجدول إلى فرع واحد بدون مسافة ما بين الرقم والنص. ثم نقوم بإغلاق الملف الأول ونقوم بالضغط على سيف. ثم نقوم بتكرار العملية مع الملف الثاني والثالث. نقوم بالذهاب للملف الثاني ثم نقوم بالنقر على نطاق الخلايا، ثم نقوم بالضغط على Ctrl T ثم OK، ثم نذهب إلى Table Design ونقوم بتغيير الاسم إلى فرع 2، ثم نقوم بإغلاق الملف وحفظه من خلال الضغط على سيف. والملف الثالث نفس الشيء، نقوم بالنقر داخل نطاق الخلايا، ثم نقوم بالضغط على Ctrl T ثم OK، ثم نذهب إلى Table Design ثم نقوم بتغيير الاسم إلى فرع 3، ثم نقوم بإغلاق الملف وحفظه. بعد أن قمنا بتحويل نطاق الخلايا الموجودة داخل هذه الملفات الثلاثة إلى جدول وتسمية هذه الجداول، نقوم بفتح ملف إكسل جديد ونقوم بتسميته بالملف المجمع، ثم نقوم بفتحه. نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب داتا، ومن مجموعة Get and Transform Data نقوم بالذهاب إلى Get Data. نسخة ملف الإكسل الذي أعمل عليه هو 2019، في حال كانت نسختك 2016 قم بالضغط على New Query. نقوم بالضغط على Get Data ثم نختار From File ونختار From Workbook. تنبثق لنا نافذة الاستيراد. نقوم بتحديد مكان الملفات التي نريد أن نقوم بتجميعها. نقوم بالضغط على الملف الأول ثم نقوم بالضغط على Import. تلاحظ ظهور هذه النافذة، نافذة في Navigator. تلاحظ وجود الجدول فرع واحد وفرع. نقوم باختيار الجدول الأزرق، وهو الجدول الذي قمنا بتسميته قبل قليل، اللون الأزرق، وهو الجدول الديناميكي. نقوم بعد ذلك بالذهاب إلى Load ونقوم بالنقر على السهم المتجه لأسفل ونقوم باختيار Load 2. تمثق لنا نافذة Import Data. نقوم باختيار Only Create Connection ثم OK. بذلك تم استيراد الفرع الأول. نقوم بتكرار العملية مع الفرع الثاني والثالث. نقوم بالذهاب إلى Get Data ثم From File ثم From Workbook، ثم نختار الفرع الثاني ثم نقوم بالنقر على الجدول الأزرق ونقوم باختيار Load 2 ثم نختار Only Create Connection ثم OK. ثم نقوم بتكرار العملية مع الفرع الثالث: Get Data From File ثم From Workbook ثم الفرع الثالث ثم Import ثم الجدول الأزرق ثم نختار Load 2 ثم Only Create Connection ثم OK. بذلك تم عمل اتصال مع الأفرع الثلاثة لأن يظهر هذه الجداول الثلاثة في جدول واحد مجمع. نقوم بالذهاب مرة أخرى إلى Get Data ثم نقوم بالنزول الأسفل ونختار Combine Query ونختار Append. تلاحظ ظهور هذه النافذة،
هل تريد الدمج أو الإلحاق لجدولين أم ثلاثة أو أكثر؟ في حالتنا هذه نقوم باختيار ثلاثة أو أكثر. في الأسفل تلاحظ وجود الثلاث جداول التي قمنا بعمل الاتصال بها. نقوم بأن نقرأ الجدول الأول بالزر الأيسر للماوس مرتين، فيتم إدراجه في الجداول التي سيتم عمل البند لها أو الحاق لها. ثم نقوم باختيار الجدول الثاني ثم الجدول الثالث من خلال النقر بالزر الأيسر للماوس مرتين أو الضغط على أد. ثم نقوم بالضغط على أوكي وننتظر قليلاً. تلاحظ أنه تم فتح نافذة باور كويري إديتور وتم استيراد وتجميع الجداول الثلاثة لتصبح في جدول واحد، الفرع الأول ثم الفرع الثاني ثم الفرع الثالث. الآن نقوم بالذهاب إلى Close and Load ونقوم بالضغط عليها. نقوم بإغلاق هذه النافذة. بذلك تم عمل اتصال ل الملفات الثلاثة، الفرع الأول والفرع الثاني والفرع الثالث كما تلاحظون. الآن لو قمنا بالذهاب إلى ملف فرع واحد وقمنا بالإضافة أو التعديل، ستلاحظ أن التعديل يظهر في هذا المكان. مثلا لو قمنا بفتح ملف فرع واحد قمنا بإضافة في هذا المكان، مثلا تجربة، ثم ضغطنا على Ctrl S ليتم الحفظ. الآن لو ذهبنا إلى هذا المكان وقمنا باختيار التحديث Refresh، تلاحظ ظهور صف جديد في أسفل عمليات فرع واحد في نفس المكان. الآن لو كتبنا في هذا المكان فرع واحد ثم قمنا بالضغط على Ctrl S ثم عملنا Refresh يتم الإضافة. الآن لو قمنا مثلا بعمل تغيير، مثلا لو قمنا بالذهاب إلى الصف رقم 4 وقمنا بحذف البيان الموجود ووضع مثلا نقاط بهذا الشكل ثم قمنا بالحفظ وذهبنا إلى الملف المجمع وضغطنا على ريفرش، تلاحظ أن الصف رقم 4 تم تعديله ليوافق الملف المتصل به. نفس الشيء لو ذهبنا إلى فرع 2 لقمنا بالإضافة على جدول فرع 2، لو كتبنا مثلا تجربة 2 ثم ضغطنا على Enter ثم Ctrl S. الآن لو ذهبنا إلى هذا المكان وقمنا بالضغط على Refresh تلاحظ أنه تم إظهار هذا الصف. الآن لو قمنا بالتعديل في أي مكان، مثلا في هذا المكان لو وضعنا تسعات نقوم بالحفظ خلال الضغط على Ctrl S ثم نقوم بالذهاب إلى هذا المكان ونقوم بالضغط على Refresh، تلاحظ أنه تم إظهار التعديلات في هذا المكان. لنجاح هذه العملية يجب أن تتوفر شروط في الجداول المجمعة. أهمها يجب أن تكون أعداد الأعمدة متساوية لجميع الملفات، وكذلك يجب أن يكون عنوان العمود متشابه لجميع الجداول. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.